مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير وجبة جدا سهلة وبسيطة وبتتحضر بعشر دقايق تقريبا، وكتير مغذية ورائعة وطيبة مثل ما شايفين بهيدا الشكل الرهيب، كتير روعة ولذيذة. يعني التجديد بنعمل شي بسيط تجديد بالأكل بوجبات الفطور أو العشاء. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. عنا جزر وبيض، بدنا نبرش الجزرات أول شيء، نبرشهم بالصينية على ورق الزبدة. بعد ما برشنا الجزرات هلأ بمدهم بالصينية، بحط الصينية على جنب، بنحط البيضات بالخلاط، نضيف ملعقتين طعام طحين، فلفل اسود، ملح، نخلطهم مع بعض. خلطتهم منيح. الخليط اللي عملته انا وياكم خليط البيض هلا بحطه على الجزر، بدخلهم فرن حامي على درجه حراره 200 من الاعلى والاسفل. عنا كبيس حلو، ممكن تستعملوا كبيس حامض، ما في مشكله، انتم اللي بترغبوا فيه بتستعملوه. تفرمهم هيك مربعات صغيره بهيدا الحجم، بحطهم بالجات، عنا جبنة ماسكربوني 250 جرام بحطهم بالجات، ممكن تستعملوا أي جبنة متوفرة عندكم كريمي، ما في أي مشكلة. كمان بحط الكبيس، فلفل أسود، ملح، حبق، ممكن تستبدلوا الحبق البيزل تستبدلوا بقدونس. هيدي الصينية بعد ما طلعت من الفرن اخذت بالفرن حوالي 8 دقايق، اكيد حسب كل فرن. هلا بدي اشيلها احطها على الطبلية، بتركها لتبرد شوي، وبس تبرد بكفي انا وياكم. بس برد البيض والجزر عنا هلا بدنا نشيلهم عن ورق الزبدة قد ما فينا على الرواق، منشيلهم. بدهن الخلطة اللي عملتها أنا وياكم، الجبنة والكبيس، بعد ما حطينا الخليط هلا بنلفها. بعد ما لفيناها وصارت بهيدا الشكل هلا بدنا نقصها شكلها.
بشكل كتير كتير بشهي. هذه الوجبة اللي عملتها أنا وياكم بخلال 10 دقايق. بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.